بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يقول شين ميم عين نون، يسأل ويقول: زوجت إحدى بناتي لرجل على أنه مستقيم ويؤدي ما عليه من واجبات، وذلك بمعرفة أحد الإخوة، ولكن بعد الزواج ظهر لنا عكس ما قيل لنا عنه قبل الزواج، ذلك لأنه لا يعرف المسجد، علما بأن المسجد بجوار بيته. وقد ذهبت إليه لأنصحه وكررت ذلك مرارا، وكان يحلف بأنه يصلي. وبعد ذلك سألت زوجته فقالت: نعم يصلي في البيت ولا يتركها، والجمعة يذهب إلى المسجد، علما بأنها قد رزقت منه 3 أولاد وبنت. فأنا الآن في حيرة، ماذا أفعل نحو هذا الشخص؟ وهل علي من شيء تجاه الله سبحانه وتعالى؟ وقد طلبت من ابنتي تركه، لكن نظرا للأولاد فإنها تتردد كثيرا. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذه الغيرة وهذه البادرة الطيبة في الإنكار على زوج ابنتك، فإن ترك صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ترك واجبا عظيما عليه، واتصف بصفات المنافقين، لأن المنافقين هم الذين لا يحرصون على صلاة الجماعة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فصلاة الجماعة واجب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الخطر شديد، وهذا تارك لواجب عظيم لا يسعه البقاء والاستمرار على هذا الخطر، فعليك بمناصحته. وما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة فقد أدى الواجب وهو أداء الصلاة، لكن ترك واجبا لها وهو حضور صلاة الجماعة، فيجب الإنكار عليه والتغليظ عليه لعله يتوب إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. كونه يحرض ابنته على مفارقته شيخ صالح، وحاله كما تفضلتم يصلي في البيت لكنه ليس بحريص على صلاة الجماعة في كل فرد. هذا راجع إلى المرأة، إذا كانت المرأة تكره هذا الشيء ولا تريد الاستمرار معه فلها حق المطالبة بالفراق، وإن بقيت معه فإنها تبقى مع الإنكار ومع تكرار الإنكار والنصيحة، وما دام يصلي ولم يترك الصلاة فالنكاح صحيح والحمد لله، ولكن هذا من باب إنكار المنكر. طيب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لكن هل يصل الأمر إلى هذا المستوى شيخ صالح؟ هذا راجع إلى اختيار المرأة، إذا كرهت البقاء معه ورأت أن النصيحة لا تجدي فيه وخشيت أيضا أن يؤثر على أولادها فلها طلب الفراق، لأن هذا نقص عظيم في دينه، ويخشى أن يترك الصلاة في يوم من الأيام، لأن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة تدرج به الشيطان إلى ترك الصلاة نهائيا، فلها الحق في طلب الفراق. وإن أرادت البقاء نظرا لمصلحة الأولاد فالبقاء صحيح، لأن النكاح والحمد لله باق ما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة، ولكن مع إنكار المنكر والاستمرار على الإنكار لعل الله أن يهديه.